فإن جماله لم يوصف صوت. قديما قد جاء ذرة من نور كونكم، قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو قلب السماء من البداية للنهاية ظل يكتب أوصاف أحمد ما كفى. والله لو جد العباقر كلهم في ذكر أوصاف محمد لم تعرفا. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبث ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. صلاة وسلام عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد أن استمتعنا وإياكم والآن إن شاء الله مع فضيلة الشيخ أشرف عبد الخالق وفاصل من أبيات البرية المحمدية يقدمها لنا مشكورا إن شاء الله. شو تطلع في الفيديو؟ شو تطلع في الفيديو؟ صلاة الله ما دام الله بملك الله نعم الله صلاة الله ما دام الله بملك الله وتسليم وبركاته من العاشق هنا صلاة الله ما دام بملك لكم والله عشاق
Yeah.
تاخر ما نبي فهم. الله صلى وسلم الله على النبي Thank you.